السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر، معكم المعلمة آلاء مازن الخطيب، وعنوان هذه الحلقة: الإنشاء. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذه الحلقة أن تتعرف إلى المقصود بكل من الخبر والإنشاء. ثانيا أن تفرق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. ثالثا أن تفرق بين أنواع الإنشاء. دعونا نستذكر طلاب الأعزاء مع بعضنا البعض ماذا نقصد بالخبر. الخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته أي لذات الكلام دون النظر دون النظر إلى قائله فإذا طابق الواقع كان صادقا وإذا خالفه كان كاذبا لننظر إلى هذا المثال وهو الوحدة الوطنية ضرورية للنسيج الاجتماعي الآن طلاب الأعزاء لو جئنا إلى الجملة التي أمامنا وأردنا أن نحكم أو هل نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب؟ الآن الوحدة الو... الوحدة الوطنية ضرورية للنسيج الاجتماعي، هي جملة مطابقة للواقع، إذا استطعنا أن نحكم عليها بالصدق، إذا هي خبر، أما الإنشاء فماذا نقصد بالإنشاء؟ هي الجمل التي لا نستطيع الحكم عليها بالصدق أو الكذب بناء على موافقتها للحال أو مخالفته ولها أساليب عدة منها الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والمدح وغيرها من خلال هذه الأمثلة التي أمامنا سنتبين ماذا نقصد بالإنشاء المثال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما فهنا نجد بأن هذه الجملة لا نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا أمرا بأن نحب لنفس لأنفس لغيرنا ما نحب لأنفسنا المثال الثاني قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فهنا الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الافساد في الارض المثال الثالث متى فتح عمر بن الخطاب القدس هنا نستفهم عن وقت فتح عمر بن الخطاب للقدس مثال الرابع نعمة مرتبة الشهادة إذا هنا نحن نمدح بأن نعم المراتب هي الشهادة إذا وجدنا بأن هذه الأمثلة كلها لا نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب فهي تختلف ما بين أمر وما بين نهي وما بين استفهام وما بين مدح الآن سوف نتعرف على أنواع الإنشاء الإنشاء نوعان وهما واحد الإنشاء الطلبي من اسمه الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا وله صيغ متعددة منها النداء والأمر والاستفهام والتمني والنهي سنتبين من خلال الأمثلة ماذا نقصد بالإنشاء الطلبي وهذه الأساليب أمثلة المجموعة ألف واحد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نجد بأن هذه الآية الكريمة قال تعالى يا يحيى إذا هو يوجد فيها هنا أسلوب نداء ينادي ينادي الله عز وجل على يحيى عليه السلام ويقول له خذ إذا هو استدعى مطلوبا هنا، خذ الكتابة بقوة، إذا هذه الآية الكريمة هي إنشاء طلبي احتوت على أسلوبين وهو أسلوب النداء وأسلوب الأمر. ثانيا قال عبد الكريم الكرمي يا فلسطين وكيف الملتقى؟ هل أرى بعد النوى أقدس تربي؟ إذا هنا ينادي الشاعر ينادي يا فلسطين إذن هنا ينادي الشاعر، وكيف الملتقى؟ يستفهم، يستفهم الشاعر هنا عن الملتقى. هل أرى بعد النوى أقدس تربي؟ إذن نجد بأن بيت الشعر هذا إنشاء طلبي احتوى على أسلوبين وهو أسلوب نداء وأسلوب استفهام. البيت الثالث قال الأسادي لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر إذا هنا يبين الشاعر من خلال هذا البيت الشعري بأن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى المجد وإلى المراتب العليا لا بد له من أن يشقى ولا بد له من أن يتعب لا بد له من أن يلعق الصبر وكل مر في هذه الحياة حسنا الآن هنا يقول الشعر لا تحسب لا تحسب المجد هنا أسلوب نهي أسلوب نهي قال أبو العتاهية ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب إذا هنا الشاعر يتمنى عودة الشباب يتمنى عودة الشباب إذا هو استدعى مطلوبا هنا، إذن هو إنشاء طلبي نوعه تمني اسلوب تمنٍ، إذاً هذا ما نقصده بالإنشاء الطلبي، وتنوعت أساليب الإنشاء الطلبي ما بين استفهام وأمر ونهي وتمنٍ، الآن سوف ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الإنشاء وهو الإنشاء غير الطلبي. الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبًا وقت الطلب، وله صيغ متعددة منها المدح والذم والقسم والترجي والتعجب والآن سوف نتعرف على أمثلة الإنشاء غير الطلب أمثلة المجموعة با قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين من خلال هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى ولا نعمة دار المتقين فهنا يمدح الله سبحانه وتعالى دار المتقين وهي الجنة فهذا الأسلوب لا يستدعي مطلوبا فهنا طبعا في هذه الآية الكريمة إنشاء غير طلبي نوعه أسلوب نوعه أسلوب مدح المثال الثاني قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يدعو لمن لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير. فهنا هي في هذه الايه اسلوب ذم لا يستدعي مطلوبا وقت الطلب اذا هو انشاء غير طلبي نوعه ذم المثال الثالث قال طرفة ابن العبد: لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استعط من معروفها فتزودي. طبعاً هنا الشاعر يشير في هذا البيت الشعري إلى ضرورة أن نستفيد من كل تجربة نمر بها في هذه الحياة، ونكتسب الخبرة التي تساعدنا على تجاوز كل الصعاب في هذه الحياة. هنا يقول الشاعر: لعمرك لعمرك، هنا أسلوب قسم، وهو طبعاً إنشاء غير طلبي، فهو لم يستدعي مطلوباً في هذا الأسلوب. المثال الرابع: عسى النصر يكون قريباً. هو إنشاء غير طلبي نوعه ترجي، فهنا يرجو الشاعر أن يكون النصر قريباً، وعسى هي وعسى تفيد الرجاء. أما المثال الخامس، ما أجمل العمل التطوعي خدمة للوطن، ما أجمل، هنا إنشاء غير طلبي، ونوعه أسلوب تعجب، ما أجمل جاء على صيغة التعجب القياسي، ما أفعل. إذاً، تبين من خلال هذه الأمثلة أنواع الإنشاء غير الطلبي وأساليبه فتعددت ما بين مدح وذم وقسم وترج وتعجب نبين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي فيما يأتي ونبين نوعه واحد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم اذا هنا يتبين لنا بانه كيف هو هنا اداه استفهام اذا هو اسلوب استفهام واسلوب الاستفهام نوعه طلبي اذا انشاء طلبي نوعه استفهام المثال الثاني اكرم باخيك سندا انظروا الى هذه الجمله اكرم ب نلاحظ بانها اسلوب تعجب جاءت على صيغه التعجب افعل ب ونوعه انشاء غير طلبي نوعه تعجب ثالثا قال علي بن ابي طالب اطلب الموت توهب لكم الحياه هنا اطلب الموت اسلوب امر ويوجد فيه وهنا يستدعي مطلوبا اذا هو انشاء طلبي نوعه امر والى هنا طلاب الاعزاء نكون قد انتهينا من شرح حلقتنا هذه وهي تعرفنا من خلالها على الانشاء وانواع الانشاء ما بين طلبي وما بين غير طلبي والى اللقاء في حلقه جديده كانت معكم المعلمه الا مازن الخطيب